التشكيل. في فقرة تشكيل اليوم سيكون معنا فنان تشكيلي عراقي مغترب، هو الفنان أركان مزهر. سنشاهد تقريرا عنه ثم سيكون معنا على الهاتف. نشاهد التقرير ونعود. الفنان أركان مزهر ريشة عراقية مهاجرة منذ العام 1979، حطت الرحال في أوروبا، فاختار سلوفينيا أو اختارته هي لتكون عاصمتها لوبليانا، مستقرا لقلبه الذي وجد فيها الحب وكون الأسرة. إلا أن روحه كانت دائما ترتعش بمحبة سوق الشيوخ حيث ولد، وتبلل أجنحتها بالفرات حيث الماء الأول واللوحة الأولى. أقام العديد من المعارض في مختلف بلدان أوروبا وتلقى الحفاوة ونال الاهتمام، وكان المعرض الأول في عام 1991 لتمتد المعارض إلى 15 معرضا. أركان مزهر لا ينتمي إلى مدرسة بعينها، فهو انطباعي أحيانا وتجريدي في أحيان أخرى، كما أنه يستخدم مواد مختلفة في لوحاته كالزيت وأكريليك والفحم. أركان، قصة اغتراب فني وقلب ينبض ألوانا بطعم العراق ونكهة الجنوب. الفنان أركان مزهر ريشة. إذن استمعنا لهذا التقرير حول سيرة ومسيرة الفنان أركان مزهر، فنان عراقي مغترب أبدع بفنه في أوروبا وأقام 15 معرض امتدت للفترة بين 1991 إلى الآن. ومعنا على الهاتف الأستاذ أركان مزهر. صباح الخير أستاذ أركان، تسمعني؟ صباح الخير أستاذ أركان، تسمعني؟ ألو ألو، أسمعك أنا؟ أهلا وسهلا، أنت على الهواء. صباح الخير أستاذ أركان. صباح النور دكتور أحمد، شلون الصحة؟ أهلا ومرحبا، نرحب بك في قناتك البغدادية وأهلا وسهلا بك. أستاذ أركان، بالبداية نحب نسألك عن البدايات لحضرتك في رحلتك الفنية، يعني كيف تبلورت شخصيتك الفنية؟ البدايات طبعا البدايات هي من العراق، من المدرسة الابتدائية. نعم. بدرس الرسم، واكتشف مدرس الرسم. نعم. الموهبة اللي كانت يعني عندي. نعم. وبعدين طورتها بالثانويه اللي كانت مسابقات بين الثانويات. نعم. عندنا كانت كل سنه. نعم. مره يصير معارض، فاتذكر احنا فزنا يعني ثانويتنا فازت بالجائزه الاولى. نعم. ومنها طورت يعني امكانياتي. طبعا الفضل يرجع للاستاذ عبد ناصر المشكور، هو اللي على ايده يعني دربني وعلمني وشلون صياغه الالوان واستعمال الالوان. نعم. بعدين من سفري. نعم. الى اوروبا، فاجت الصدفه يعني الى يوغوسلافيا سابقا. نعم. فكانت سلوفينيا احد الجمهوريات، احدى الجمهوريات اليوغوسلافيه قبل يعني. نعم. اي فانا درست كملت دراسه الهندسه. نعم. في مدينه لوبليانا عاصمه سلوفينيا. نعم. بس الرسم يعني انت يعني الرسم بقي الرسم في داخلك رغم تخصصك الاكاديمي المختلف، لكن الرسم طغى في النهايه واخذ المساحه الكبرى من اهتماماتك. صحيح. نعم. صحيح. يعني هذا شيء صحيح، بس مسألة الرسم يعني والهندسة، الهندسة ممكن واحد أن صح مكمل يعني. نعم. تحصل الرسم شوية أقل يعني، ما يقدر واحد يوفر منه، بس الرسم هو تعبير يعني. نعم. تعبير الإنسان والخيال والذكريات اللي عشناها. نعم. خصوصا بالغربه يعني، بالغربه الانسان اللي عايش بالغربه يعني يعرف هاي المساله شلون تكون. نعم. نحن كانت لوحات يعني.
نعم، نحن نريد أن نركز على هذه النقطة أستاذ أركان. أيام زمان وأيام اللي كانت يعني دائما أنا. نعم أستاذ أركان، إذا تسمح لي بس إحنا نريد ناخذ هذه النقطة اللي هي موضوع أو موضوعة الاغتراب في الفن العراقي. برأيك الاغتراب بالنسبة لك في تجربتك، الاغتراب هل كان يعني مفيدا من ناحية التقنية لنقل، ولكن ماذا أضاف الاغتراب لأركان فنيا، وماذا أخذ منه الاغتراب؟ اي طبعا هاي مسألة يعني صعبة. الاغتراب شيء يعني ينطيك، صحيح ينطيك إمكانيات جديدة، تشوف عالم ثاني، بس تفتقر إلى، لأنه الإنسان كل إنسان عنده جذوره، جذورك هي موجودة في جذور الشيوخ يعني. فمن الجذور هو الإنسان يعني ياخذ إبداعاته، وحتى لو حاطه لو شوف الألوان يعني ألوان شرقية دائما، والغربة يعني هي صعبة، والمشاكل اللي بعدت فتنطيك إمكانية التعبير، التعبير الداخلي للإنسان هو من خلال الألوان، من خلال الرسمة اللي تنطيها للجمهور حتى يفهمون يعني شنو انت تفكيرك وشنو، ولو هي اللوحات الرسام اللي يرسمها يعني هي داخل ذاته يعني. بس يحاول ان يوصلها بصوره او اخرى للجمهور. استاذ اركان، استاذ اركان اذا تسمح لي، يعني عندما تتشكل اللوحه في البدايه في ذهنك، عندما تكون وهي في مرحله فكره، هذا التشكل، هذا التكوين الأولي لنقول، التصور الأولي، هل تكون الصور في ذهنك هي صور أوروبية أم أنها صور من الذاكرة الأولى، صور عراقية؟ أي صحيح، هي الصور هي من دائما الفكرة نفسي هي من الذكريات. نعم. هي من الداخل. يعني انت مشاعرك، يعني الرسام دائما يعبر عن مشاعره الداخليه اللي عنده، بس يضيف لها هو هاي مساله الغربه، يضيف لها الالوان والتكنيك الجديده اللي موجوده، فهاي يمكن تنطي اكثر كواليتي للوحه اللي موجوده. احنا لاحظنا يا استاذ اركان انه الوانك زاهيه، يعني فيها تنوع وفيها زهو وفيها يعني لنقل بين قوسين فيها فرح اوروبي. اي صحيح. يعني احد معارضي. نعم. اللي اجت بزياره المعرض سيده من سلوفينيا. نعم. لانه قرات بالجريده اعلان عن المعرض واجت، فهي كانت تصور اسم العراق، فكانت تصور يعني انا راح ارسم فقط دم ودبابات وحروب وهاي. اجت يعني بعدين من شافت الالوان، من شافت يعني اجت هنتني، قالت لي شلون هاي؟ قلت لها الانسان رغم ظروفه الصعبه بس لازم. نعم. يكون متفائل، لان المتفائل هو مستقبلنا وطريقنا للحياه، اذا احنا نكون متشائمين في كل شيء يعني ما راح نتوصل، بس يعني راح ناثر على نفسنا نفسيا، هاي انا طريقتي بالحياه يعني رغم المشاكل اللي مريت فيها والعائله يعني ما واحد ما يحكي معروفة. نعم. هاي المساء، بس شنو لازم الإنسان يكون متفائل. نعم. بحياته. إذن يعني هل نستطيع أن نقول أن لوحة أركان هي دعوة للتفاؤل؟ صحيح، بالضبط هو هذا الشيء. طيب أنت حضرتك أقمت العديد من المعارض، لكن حسب معلوماتي أنت لم تقم معرضا في العراق، هل المعرض أو فكرة المعرض في العراق هي طموح أو حلم لدى أركان؟ والله صحيح، هذا حلم من زمان يعني في العراق أو في أي دولة.